من هن السيدات من الجواري في الدولة العثمانية؟ وكيف كان يتم اعتبارهن زوجات للسلاطين؟ عن هذا السؤال أعزائي سنجيب في هذا الفيديو من قناتنا منارت الثقافة، وسنستند في الإجابة عليه على ما ورد في كتاب الدولة العثمانية المجهولة. قبل أن نواصل ندعوك فضلا وليس أمرا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التعليقات. يتساءل الكثيرون كيف جمع السلاطين العثمانيون بين أكثر من 4 زوجات؟ وكيف كان لبعضهم 8 زوجات رسميات؟ الحقيقة فإن السيدات هن في الأغلب جوار حصلن على منصب سيدة وعومن كزوجات للسلطان. ظهر هذا الأمر من الالتزام بتحريم الشريعة الزواج بأكثر من 4 نساء، وهكذا أصبحت الجارية المستفرشة إذا ولدت ولدا للسلطان تحصل تلقائيا على موقع سيدة في الحرم، يكتب لها عقد نكاح وقد لا يكتب أحيانا، ولكنها رغما عن ذلك تحصل على لقب سيدة. وطوال 600 عام من التاريخ العثماني لم يزد عدد السيدات على 8 البتة. وترى عائشة عثمان أغلو بأن أكثرهن متزوجات بعقد نكاح، خاصة وأن الشريعة قد حرمت الزواج بأكثر من 4 نساء جمعا، كما كانت الجارية التي تتزوج بعقد تتمتع بمعاملة لا تمييز فيها بين الأمة والحرة. وحتى يتزوج السلطان من الزوجة الخامسة كان عليه أن يطلق امرأة من الأربعة، وذلك ليصح العقد الجديد. لكن من الواضح جدا أن بعض السلاطين العثمانيين قد جمع بين أكثر من 4 سيدات من الجواري، ويفسر الكاتب هذه الحالة الاستثنائية بإجراء عقد احتياطي مع تلك الجواري، أي أن عقد الزواج بهن لا يشبه عقود النكاح التي نعرفها، وإنما هي مجرد ورقة تضمن لتلك الجارية حقها كسيدة. تسمى زوجة السلطان الأولى بالسيدة الأولى، وتعتبر كبيرة السيدات، ثم تليها السيدة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة. كان يخصص جناح وجاريات ومدربات للسيدة الأولى ولكل سيدة، ولكن طبعا فإن السيدة الأولى كانت تحظى بجناح أفضل ومميزات أكثر. وفي صورة ما إذا توفيت سيدة منهن أو طلقت، تحل محلها إحدى المحظيات باختيار السلطان وبطلب رسمي من آغا النساء، أي الكيزلر آغا وهو مسؤول دار السعادة. تمنح السيدة الجديدة ما يعرف بالبراءة، وهي شهادة أو وثيقة تثبت حصولها على هذا الموقع. ولقد ذكر في الأرشيف أن المدربة مهيتاب، والتي كانت في خدمة السلطان عبد الحميد الأول، قد منحت براءة السيدة الخامسة بطلب من آغا النساء بشير آغا. ولقد سبق وأن خصصنا فيديو عن هذا الأخير، وقلنا بأنه كان أقوى آغا في التاريخ العثماني. كما ذكر في كتاب الدولة العثمانية المجهولة بأن الجارية عندما تصبح سيدة تصنع لها ملابس جديدة وتهدى إليها الكثير من الجواهر، كما يتم تدريبها على أصول السراي وتقاليده على يد أسطة الخزينة دار والكلفات التي كن مسؤولات عن الأموال، بالإضافة طبعا إلى معاونتهن. ومن الألقاب التي كانت تسند للسيدات أيضا لقب خاسكي، فيرى بعض الكتاب بأن أقرب السيدات حبا إلى قلب السلطان ينال هذا اللقب، كما أن أمهات الأولاد منهن عادة ما يتم تلقبهن بالسلطان خاسكي. ولقد استعمل لقب الخاسكي بهذا المعنى ابتداء من السيدة خسرو زوجة السلطان إبراهيم، وطبعا فلقد كان يتم استعمال لقب خاسكي قبل ذلك للإشارة إلى أن هذه السيدة هي خاصة السلطان. يقول الكاتب بأن أغلب السلاطين العثمانيين قد التزموا بالعدل بين السيدات ولم يميزوا بين السيدة الزوجة أو المفترشة، اعتنوا في أغلب الأحوال بالعدل بينهن في التعامل إلا فيما لا حيلة لهم فيه وهو القلب. سميت القسمة بين السيدات بالنوبة أي الدور، وكان التداول على الذهاب إلى السلطان يتم تحت تنظيم وإشراف أسطة الخزينة دار. ولقد سجل الكثير من الرحالة والممثلون الأجانب أنه كان من حق السيدة المهملة 3 أسابيع أن تتقدم بالشكوى إلى القاضي. كما سجل أيضا
أن إهمال بعض السلاطين لزوجاتهم قد يؤدي إلى هيجان الغيرة والنميمة بين السيدات، وخير شاهد على ذلك ما حصل مع السيدة الأولى ماهي دوران زوجة السلطان سليمان القانوني وزوجته الأخرى السلطانة خرم. يرى الكاتب أيضا بأن تدخل السيدات في شؤون الإدارة لما يقارب 100 عام كان من الأسباب الكامنة وراء توقف ازدهار الدولة. بدأ الأمر بتدخل السلطانة خرم زوجة السلطان سليمان القانوني وحصولها على موقع السيدة الأولى بعدما تسببت في إبعاد ماهي دوران إلى مدينة مانيسا. تربعت السلطانة بعد ذلك في رئاسة الحرم كوالدة للسلطان، رغما عن أنها كانت زوجة السلطان وليست والدته. كما نجحت أيضا في التدخل في إدارة الدولة إلى درجة جعلها تلعب دورا مهما في قتل الشهزادة مصطفى، كما أن تخلي السلاطين عن عادة قيادة الجيوش بعد سليمان القانوني كانت نابعة من التوجس من مثل هذه التصرفات للسيدات، وذلك وفقا لما يرى هذا الكاتب. كما تروي صفحات التاريخ بمرارة التدخلات الضارة للسيدة الأولى صفية ومن بعدها السيدة الأولى السلطانة كوسم في شؤون الدولة. استمرت قوة الجواري التي أصبحن سيدات إلى أن رسخت السلطانة تورخان قاعدة تربوية في الحرم الهوميوني تقضي بابتعاد السيدات عن السياسة، ولقد ظلت هذه القاعدة مرعية حتى سقوط السلطنة. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.